بسم الله الرحمن الرحيم. الأحباء والأعزاء في كل مكان، مشاهدي ومتابعي قناة جوهر السويس، الأحباب في القناة بيقولوا لي لما تيجي تصور يا باشمهندس عرفنا مكان الراجل اللي انت بتصور عنه. ادي اول مدخل السوق من جهة مدرسة الأنصاري والمسطى. لو انت دخلت اول شارع يمين، تاني محل على صباح الفل يا حبايبي، صباح الجوال. حاجات يا جماعه النهارده منوره، بسم الله ما شاء الله عند حبايبنا، صباح الفل. تاني محل على طول يا جماعه هتلاقوا الراجل الطيب ده. الراجل ده طيب ده يا جماعه، انا دايما بصدر له لانه عمره ما قصر معايا مع اي حد. ربنا يبارك لك. وابدا بتليفونك يا حماده. 0187226743. ربنا يفتح عليك الاول. امين يا رب. اسماك الرحمه يا جماعه. اول مدخلك اول حاره، تاني دكان على الشمال. هنبدا مع بعض يا جماعه نشوف ايه الموجود عنده ونبدا نتناقش في الاسعار، وان شاء الله انا من غير ما اعرف اسعاره هتلاقوها مختلفه عن جميع الناس التانيه. شوية حارة الحجم ده يا جماعة السويسة يحبوه، القهروية يحبوا الحجم الأكبر من كده. حارة أو مكرونة، شرارة، كابوريا بكر، زرابين. دي زرابين. زرابين عشان الناس ما تقولش عليها ناجل ولا الكلام. لا لا لا، الناجل معروف يا جماعه، الناجل شرط سودا عريضه ودواير وما فيهاش البقع السودا دي. شويه ملص ومخبي المز حبيبي، تحت منه مز يا جماعه. وفي ده تايواني ده. وفي مرجان بقتب، وفي شراره الحجم اللي هو بتاع الشوي يا جماعه اللي قلبك يحبه. الشراره شوي فقط. شوي جميله جدا، احسن من اي حاجه ثانيه. فص ابيض وما بتاكلش غير جمبري. كانك بتاكل جمبري ده. الله ينور يا جماعه. عندي شعور بسم الله تبارك الله، ربنا يحسن سوقك يا حماده. بسم الله ما شاء الله. واخيرا عنده كاليماري، ونبدا نتناقش مع حماده على الاسعار يا جماعه. الحارة نسميه الرفيع، مش الوسط، بكام ده؟ الحارة ده ب 60 جنيه. 60 جنيه. حارة مواصفاته حلوة. عامل ايه؟ 60 جنيه. كام بعد سنة. شرارة وسط ب 60 جنيه. مال الشرارة الكبيرة دي بكام؟ ده 80. 80. والله حلوة يا جماعة، بس صلى على النبي. ما شاء الله. الحجم ده ب 80. واللون الزاهي ده، اتفق معايا حماده ان ما تاخدش اللون الابيض البهتان. البهتان تعرف ان هي مركونه بقى لها فتره. والتلج كالها. التلج بيبقى فتره. ما كانتش السمكه مزهزها، لونها مزهزها كده زي الفل، خساره فيها الفلوس. طبعا. ولا انا غلطان؟ صح. يبقى دول فلوس وخلاص. شويه المرجان الصغيرين دول والتايواني بكام؟ ب 100 جنيه. ب 100 جنيه. الزرابين، في زرابين تاني يا جماعه ما تخافش. الزرابين بكام؟ الزرابين ب 100. ب 100. عايز اسالك سؤال يا حماده، كانت الزرابين دي جميله جدا. ايه رايك؟ جميله جدا ولذيذه والله. كانها زغليل صح؟ طبعا. دسمه يا جماعه وشربتها ممتازه جدا. قلنا بكام دي؟ ب 100. ب 100. والملص؟ الملص ده 120 عشان خاطر جوار السويس ب 100 بس. ب 100 يا جماعه ملص. ابو بصوا يا جماعه ده كله كده. الله ينور. ده كله كده ب 100. ب 100. طب والشعور الجميل ده؟ شعور 140. ما هو راح طلع تاني ليه؟ هو عشان قليل. قليل. بس كان وصل 110 120. كان ب 100 و110 و120. بس عشان قليل بس سعر بيطلع. يخلص بيعه يا جماعه، لكن خلينا متفقين انت حسب ما بتتسوق
سوقت غالي غصب عنك بترفع شويه. الكيس من بيطلع ان شاء الله. الكاليماري ده بص يا جماعه، الكاليماري متطبق متطبق مش منفوخ، مش شارب ميه، مفروش على تل ب 100. بسم الله ما شاء الله حاجتك زي الفل ومنوره الفرش، واهم حاجه ربنا يحسن ايه، يحسن شوك. سلام يا حماده.